مرحبا، شخباركم؟ اليوم راح نسوي هذا الكوكي أو الكلية أو الكليتشة أو الكعكة، ما أدري والله بالعربي شنو يتسمى بالضبط. احنا نقول كلية أو كليتشة. غالباً ينصح مواد اللي تتسوونها أو تستخدمونها بالكيك طلعوا خارج الثلاجة شي ساعتين ثلاث، مثل الزبد خاصة. الزبدة أنا طبعاً متأخر طلعته فموعته شوية، أحسن إذا يكون كم ساعة برا وينعم فأسهل الخلطة مالته، خلينا نقول. ومثل دايماً أنا غيرت بعض من الشغلات وضفت شغلات، مثلاً هنا أنا خليت بيه بذور الكتان، وفي الوصفة الأصلية هو كان يعني جوز الهند المبشور، فأنا ما كان عندي جوز الهند المبشور فخليت بيه بذور الكتان وطلع جداً لذيذ وصحي. فالنكهة الأصلية لهذا الكلية جداً لذيذة هو يكون الجزر والزنجفيل، ها البودر طبعاً. هسه يمكن بعض الناس يعني ما يحبون نكهة الزنجفيل، خلينا نقول يمكن غيروا دارسيني أو قرفة فانيلا، كيفكم. هو مثل ما دائما أنا أقول ما في قوانين بالطبخ، واحد يغير حسب الذوق، الأذواق مختلفة، فحلو إذا نجرب ناكل نكهات مختلفة، جدا مهم. بس إذا يعني وايد 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 ما نقدر أو ما نتحمل أو ما نحب، نحذف شيء ونضيف شيء ثاني، بس أكيد جدا مهم التنوع بالأكل. هنا هم أنا ضفت الجوز والكشمش بالطريق. مو قلت لكم وايد ضفت شغلات، والشكر أكيد يعني أنا نقصت أكثر من النص، لأن هنا عندنا بعض من المكونات يعني بحالة طبيعي، ها مثل الجزر، مثل الكشمش أو الزبيب، وإذا حطيتوا يعني جوز الهند هم حالي، في يعني حالة بحالة، فحتى يعني بيكم تحذفون السكر. ما أعتقد بي مشكلة، بس لأن أنا سويته يعني للضيوف فانجبرت أخلي شوية بسكر. لأن ما أعتقد الناس متعودة يعني تاكل كليتشة بتغير سكر، بس إحنا متعودين وجدا لذيذ، جدا لذيذ صارت هذا الكليتشة. فنصيحة من عندي، سووا ضيوفكم راح يحبونه، يعني أكيد راح يحبونه، ماكو غير اختيار.